لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جاني سؤال على الجوان سبي او البارويل سبا او البارويل نتاع الموتور، شنو مفعولها، شنو خدمتها، اللي هي كما هذه مثلا، هذه يسموها بارويل او جوان سبي نتاع الفيبركام من تالي، هذه نتاع الكرنك من الخلف، هذه يسموها جوان سبي او بارويل مانع الزيت. هي كي يبدا يدور الزيت هنا في المكان هذا في البركان هي يعني، وهذا طبعا يدور، طبعا كي يدور لان من داخل معبي بالزيت ومن فوق من برا ما يجبوش يخرج الزيت لبرا، لان يعني يخرج الزيت لبرا يولي كل الزيت اللي في الموتور كله يخرج، عبارة على كي شفت انا هاي القديمة عبيتهاكم انا بالزيت، توا شفتوها تقعد معبيه بالزيت تبدا ثم مانع للزيت، ثم مانع لخروج الزيت، كانه هذا كرنك شفتوا، لان لو كان ما تكونش هذه موجوده، هذه ما تكونش موجوده كل الزيت اللي موجود في الموتور يخرج لبرا، لان لازم كل المحرك تلقى فيه زوز، تلقى فيه اثنين، تلقى فيه واحده جهه الامبرياج يعني جهه علب السرعه جهه البوات، واحدة من قدام جهة الكاتينة أو الشان باش يمنعوا خروج الزيت من برا لبرا، هذاك علاش سموها هي بارويل أو جوان سبي، باش تمنع خروج الزيت من داخل المحرك للخارج. علاش أحيانا تو كيما هذه كانت تضيع في الزيت من هنا، علاش غيرناها هذه غيرناها، لأنها كانت تخرج الزيت من المكان هذا، علاش لأنها تعبت معش صالحة للاستعمال، ولهذا هي عبارة على مانع زيت، منع خروج الزيت من وسط المحرك للخارج، لولا هي الزيت اللي في المحرك كله ما عادش تلقاه. طبعا يوجد اثنين في المحرك من اللوطه، وفما اللي فيهم اثنين من فوق في المحرك من فوق في الاربراكام، وفما اللي فيهم واحده، كل واحده والموديل نتاعها، هي سموها جوان سبي او باراويل، منع خروج الزيت من داخل المحرك للخارج. انا شفتوا هنا عبيتها بالزيت كانها في وسط الموتور، شفتوا الزيت كله يقعد كما هو ما يخرجش. انا نحي مثلا الكرنك، نحي في الركان اللي تسمى كان الكرنك، شفتوا الزيت كله خرج، شفتوا الزيت كله نزل له، لان نحيت عباره فكيت الكرنك من مكانه، عباره فكيت في البركان من مكانه، يعني الزيت كله يخرج للخارج المحرك، هذه المهمه نتاعها. هذا موتور 1.6 او اتش دي 1.6 او اتش دي، يعني اربع كام واحد، مثلا تو كي نجيو نركبوا احنا موتور ونلقوا فما تضيع زيت لازم تدور البراويل، حتى من عندنا ما يهمش باش ما يخلوش من بعد يقعد يعاني. انما الملاحظه باش نقولها لكم، اللي يحب يركب براويل نتاع موتور ولا نتاع كاردون ولا كذا لازم يشيلها بالباق نتاعها، هذه ريتو هذه تتباع بالباق نتاعها، ريت الباق هذه مع البراويل باش ما تجرحش وقت تجي تركب، تقعد سليمه ما تجرحش. هذه معلومه لازم الانسان برشا يسالوني، يقول لي انا ركب جوان سبي هذايا وعاود يقطر الزيت، انا ركب باراويل عاود يقطر الزيت، لان ما معاش الباق هذه الباق يسموها قيد براويل، هذه تو باش بعد ما نركبوا البراويل ركبنا احنا البراويل من بعد نحاه. شفتوا علاش احنا نعمل كنترول كامل، نبدلوا له الشان ونبدلوا له البراويل كيف ما يضيع، نبدلوا له مضخه الماء رجعوها جديده بومبو كان هي نص الباس، باش نسكروا الموتور نسكروه كامل ما نخلوش ناقص حاجه، باش بعتني مولاها ما يقولش عاني هو سخنت له هو ضيع له زيت. هذه علاش ساعات احيانا من عندنا احيانا من عند الكليون. شفتوها هذيك بعتني نجدوها نحا، شفتوها كي تنحى، هذه اللي هي ركب عليها البراوي، هذه يدخل في وسط البراوي يمشي عليها باش تبدا رطبه، ما شو اسمه من الاول باش تاخذ القيد. لابد اللي يركب جوان سبي ولا حاجه تكون معاها، يشري معاها من الافضل يشري معاها القيد نتاعها البراويل، تو قبل يبيعوا فيهم بلاش جوان سبي يبيعوا فيهم بلاش، اما تو في الجديد هو اللي يبيعوا فيه بالقيد نتاعه. ان شاء الله تنفعكم حاجه كيما هكا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كالاج نتاع الشان ديستريبيسيون او الشان كروا، يعني نتاع 1.6 او اتش دي اللي هو هنا البولونه هذه، وعندنا هنا النقبه هذه المكان هذا، وعندنا المكان هذا، وعندنا التوندير يجي هنا في المكان هذا.
هذا موتور 1.6 او اتش دي 1.6 او اتش دي يعني اربع كام واحد. هذا السيستم تاع الكاتينة نتاعو اللي هو بولون هنا في الاربركه ونجيب بولون هنا زاد في البنيوم تاع البامب اتش بي ترومبا، وهنا زاد كيف كيف مسمار ولا تيج في المكان هذا يدخل في هذا. وعندنا هنا التوندر، عنده مكان التوندر زاد كيف كيف. اه شفتوا التوندر هنا يعمل، عنده زاد بلاص بولونه كل بولونه. شوفوا هنا هذا بلاصه التوندر اللي هو الشداد لازم يكون مقابل المكان هذا الشداد كما قلت لكم. وهنا الريبير نتاع الشان اللي هي نتاع المضخه، وهنا الريبير نتاع نتاع الفيبركان اللي هو نتاع الكرنك، وهنا البولونه في الركب هذوما الاماكن اللي هما فيهم. هذه طبعا مضخه الماء ما يلزمهاش، وهذا يعني شداد ثابت توندر فيكس. هذه هي الميس بوان او الكلاج او التعديل الكاتينه نتاع 1.6 اتش دي. هذا البولون تروح حلوه، هذه البولي نجبدوها نفخه بالزيت. هذه البولي خصها منفخه بالزيت، كلها زيت. وهذه اللي هنا البراويل، ها شاف البراويل شوفوها بالزيت كلها. هذيك برو ليش يا اخي تتكلم؟ هذه كانت براويل، ها هي هذه البراويل. هذه اللي نشروهم بدلوه غيروه تولي جديده، ما عادش يضيع الزيت. اخسروه هنا يبست تولي يضيع الزيت برشا. هذه البراويل شيرت البولي، ها كيفاش تركب اخسروه كيفاش. هذه البراويل تركب هكا، تجي هكا في البولي هكا تركب الشيء تدور عليها. هذه البراويل هذه يبس تولي ضيع في الزيت. نوريكم كي نبدو الركب ونزيد نوريكم. هذه تاع اوبيل زفيرة، موتورها 2 لتر، موتور نتاعها 2 لتر. هذي عندنا هذه الفريجيرون ضيع في الزيت، نغزلهم كيفاش كلها زيت من الضيع. وعندنا من هنا ضيع زاد اهو السبب زاد من هنا. هذا كله يسرب في الزيت، فيها جوانيات هاكا عبدين جايين جوا منها وجوا منها، باش نبدلوه. انا نوريكم كيفاش باش نبدلوهم.